حول ذات الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. الدكتور محمد، أهلا بحضرتك. من أين تنشأ الحاجة لإقرار حالة الطوارئ وما يستتبعها بعد ذلك من إجراءات توصف بأنها استثنائية؟ وفي ضوء هذا، ما هي فرص تمرير أو الموافقة على حالة الطوارئ غدا في البرلمان؟ مساء الخير على حضرتك وعلى طبعا الاستاذ اللي معاك في الاستوديو والساده المشاهدين. طبعا الدستور في الماده 154 بيعطي رئيس الجمهوريه سلطه اعلان حاله الطوارئ. طبعا اعلان حاله الطوارئ بيتم بعد اخذ موافقه مجلس الوزراء، ولابد يعرض على مجلس النواب للموافقه باغلبيه الاعضاء، والعرض ده لابد يتم خلال 7 ايام من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهوريه باعلان حاله الطوارئ. طبعا احنا اللي بيحكم تنظيم حاله الطوارئ عندنا في قانون اللي هو 162 لسنه 8 1958، وده بينص في الماده الاولى على انه لرئيس الجمهوريه اعلان حاله الطوارئ كلما تعرض الامن والنظام العام للخطر، متى كان ذلك نتيجه حدوث مثلا حاله حرب او حدوث حاله تهدد بوقوع حرب او حدوث اضطرابات داخليه كما حدث الان، وده يمكن ده مبرر لجوء رئيس الجمهوريه اعلان حاله الطوارئ. وبالطبع طبعا اعلان حاله الطوارئ بتبرر لرئيس الجمهوريه انه يصدر كثير من التدابير والقرارات اللي اكيد بتحد او بتقيد من الحريات العامه للمواطنين. نعم. طبعا من هذه المسائل مساله وضع قيود على حريه المواطنين في الانتقال او في الاجتماع. طيب دكتور محمد، يعني قبل ان نغادر هذه الجزئيه بعد اذن حضرتك، اذا كانت المساله تبدو فيها درجه ما من المرونه او التقدير، تعرض النظام العام او الوطن للخطر، هذه مساله قد تبدو نسبيه من شخص لاخر وفق رؤيه البرلمان في اغلبه، هل ترون اننا ازاء حاله استثنائيه بالفعل تحتم على الجميع ان يذهب صوب حاله الطوارئ؟ ما فيش شك حضرتك، طبعا تكرار حالات الجماعات الارهابيه، وانا طبعا بنقل للشعب المصري ضحايا الارهاب الغاشم الاسيم، وهذه طبعا التهديدات اللي بتحدث تقريبا كل فتره سواء في ارض سيناء او حتى في المحافظات، انتقل هذا الارهاب الاسود الى المحافظات، وطبعا حتى نفس النوع ليست بالماضي البعيد، يعني من اكثر من شهرين او ثلاثه وقعت نفس التفخيخ احد الافراد لنفسه في احدى الكنائس. نعم. فدي مساله تكرارها لا شك بيحدث تاثير في خطوره على الامن والنظام العام داخل المجتمع، فبالتالي انت قدام جماعات ارهابيه توغلت داخل الحدود المصريه، فلابد يبقى في نوع من المواجهه الحقيقيه لمثل هذه الجماعات الارهابيه، وده لا يتحقق الا من خلال اعلان حاله طوارئ. طيب. لكن طبعا زي ما انت حضرتك قلت، مساله تحديد ما اذا كان هناك حاله خطوره تبرر اعلان حاله طوارئ من عدمه، ده هيقدره مجلس النواب غدا، لانه لابد يوافق مجلس النواب باغلبيه اعضائه. نعم. يعني اغلبيه 50% زائد واحد على اعلان حاله الطوارئ. المس في حديث حضرتك دكتور محمد انك من بين المتحمسين او الموافقين على اقرار حاله الطوارئ، ربما هذا يكون قد جانبني فيه الصواب، لكن على اي حال هو استنتاج. لا انا معاك، لا خليك. نعم. طيب. انا كاستاذ قانون دستوري. نعم. ما بحبش اعلان حاله الطوارئ، لان طبعا. نعم. حاله الطوارئ بيترتب عليها ان احنا يعني بننتقل الى حاله الشرعيه الاستثنائيه، وبالتالي بيبقى في نوع من توزيع سلطات رئيس الجمهوريه ومن يقوم مقامه من وزاره الداخليه في تقييد حريات المواطنين. لكن 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 في تقدير حضرتك ان الظرف الاني يحتم الذهاب الى هذه الحاله ولا لا؟ احنا بنقول دايما. طيب. حضرتك الضرورات طبيعه المحظورات، ولكن. نعم. الضروره تقدر بقدرها، يعني احنا ليس معنى هذا اطلاق العنان للسلطه التنفيذيه او لرئيس الجمهوريه في تقييد. نعم. حريات المواطنين، ولكن احنا نتمنى ان يكون هذا الامر يعني. نعم. بالقدر. نعم. الذي يتفق مع حاله الخطوره اللي يعني بتواجه مصر في هذه الفتره. طيب دكتور محمد، وحضرتك استاذ قانون معتبر ولا تفضل الذهاب دوما صوب الشرعيه الاستثنائيه كما يروق لك ان تسميها ويروق للقانونيين ان يسموها، في هذا الاطار اذا ذهبت غدا وحضرتك من بين القابلين او الموافقين على اقرار حاله الطوارئ، ورايت احد زملائك في البرلمان يقول ان لدينا من القوانين ومن التشريعات ونحن دوله عريقه لدينا حزمه من التشريعات كافيه بذاتها على ان تدرأ عنا هذه المخاطر وان نظل في اطار الشرعيه الدستوريه القانونيه المعتبره، كيف سترد على هذا التصور؟ انا طبعا احترم هذا الراي، ونحن لدينا دي في الفتره الماضيه وطلبنا من الحكومه ان هي تضع التشريعات التي تواجه بها مثل هذه الجماعات الارهابيه، وزي ما قلت لحضرتك بعد ما حدث تفخيخ الكنيسه منذ اكثر من 3 شهور وحدث نوع من طبعا الشجون بين الشعب المصري والبرلمان، طبعا كان في طريقه الى سن بعض التشريعات
التعديلات اللي من ضمنها اللي تم النهارده في تعديل قانون الاجراءات الجنائيه او تعديل قانون حالات الطعن لما احكمه النهضه او تعديل في قانون الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديل رابع في القانون الخاص بمكافحه الارهاب. مثل هذه التعديلات احنا كنا اقترحناها بالاضافه الى تعديلات اخرى، ولكن الحقيقه الحكومه يعني قالت ان احنا هنعمل مؤتمر على لسان وزير الشؤون مجلس النواب السابق المستشار مجدي العجافي، وعد بان الحكومه في طريقها الى اعداد يعني مؤتمر عام لكي يدعى اليه المتخصصين لكي يضع اتفاق يعني على الاقل على الاقل ما بدا لنا تشريعات. نعم، ما بدا لنا في الساعات الماضيه ان الاولويه ستكون لتمرير حاله او لنقاش بالاحرى حالة الطوارئ وما يستتبعها من إجراءات، وبعد ذلك الحديث عن أولويات أخرى سيكون على رأسها كما ذكرت حضرتك قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات اللازمة عليه، فضلا عن قانون أو بعض التعديلات على قانون الكيانات الإرهابية. شكرا جزيلا لك النائب البرلماني عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ومجلس النواب الدكتور محمد صلاح عبد البديع.